الرحمن الرحيم الحمد لله قوي سلطان والواثق برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإنسانه تعالى مجده عندما سنه خلق الخلق لهكمة وضوى عليها علما وبسط له بفيض المنة ما جرت به في أقداره القسمة وأرسل إليه مشرف خلقه وأنجلى بذي رحمة تعالى قدر أداد الأجل يد بخلق هذا العبد المحبوب فانتصرت أثر سرفه في عوالم شهادته والغيوم وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برج من حضرة الإحسان شهرة كاملة دارت في كل محمود وتعذرت بوجود أكناف الوجود ودرجت برد العوالم بالدراج تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله يا نبي لك سوف Oh,
تسلبون 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 تجلى الحق في علم قدسه الواسع تجلى انقضى بغض الشرف في القريب والساشي وله الحمد الذي لا تنسر افراد بضعدات ولا يمل تقراره بكسرات تردات سيس افرج من علم الامكان صورة هذا الانسان ليتشرف بوجوده سكلا وتنتصر اسراره في الاكوان وما من شر اتصل بقلب منيب الا من صوابه فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عملنا من نوالى جل من صرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترق في الحسن على مقام ودنا في مجده وتعالى لا حد تدلين في مجد لذو بصرا كاملا يزيغ الضلالا وهو من فوق المقدرة رفعة في صؤونه وكمالا وسبحان الذي أبرج من حضرة الامتنان ما ينزج عن وجهه الإشان ويحر في تعقل معانيه الجنان انتشر من علم البطون والظهور ما ملا الوجود خلقي النور فتبارك الله من الله الكريم بسرنا آياته في ذكر الحكيم في بسارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن وجد البشارة وأدلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه أزكى الإسلام والله
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده تنطق بها اللسان اما تضمنه الجنان من التصديق بها والادعاء صلى الله عليه بها في الصدور من الايمان قواعد وتنوخ على اهل اليقين من سر ذلك الاذان والتصديق شواهد واشهد ان سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما امره بتبليغ لخلقه من فرده ونفله صلى الله عليه ارسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرساله وادى الامانه وادى الله به من الامه بشرا كثيرا صلى الله عليه كان في ذي المهد الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما اعظم من منه تكرم الله بها على البشر وما اوساها من نعمه اندشر سرها في البهر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها واسكن تحياتي وأوسيها على هذا العبد الذي وفى بحق الأبودية وبرز فيها في خلعة الكمال ومقام بحق ربوبية في موادن الخدمات لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلى الله عليه ويمتد في قلبي نور نور السر تعلق به وحبه ويكتب بها بناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ابتغوا صهوة المجد بقربه وتفيعوا دلال الشراف الأسلي بود وحبه ما أنظر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك له وعلى آله ترنكن الله ترنكن الله langkah penuh dosa bila masa telah tiada kereta kencana datang tiba-tiba
Abdullah Salamullah tentrem hatimu, selamat
Jiwa kekalbu
It
ditandur di kebun aku. Ono tlele tiko jemtung bu iro kembangi opo, bu iro kembangi opo, bu iro kembangi opo. Wetan kali, wetan kali, kulon kali, kulon kali, wetan kali, kulon kali, tengah tengah tanduran pari saiki ngaji sesuk yo ngaji ayo manut para kiai. Wetan kali, wetan kali, kulon kali, kulon kali, wetan kali, kulon kali, tengah tengah tanduran pari saiki ngaji sesuk yo ngaji ayo. Hey, hey, katutan, katutan, yen ngaji, oh, jopo do.
Don't